أعزائي تلاميذ المستوى السادس، مرحبا بكم، أتمنى أن تكونوا بألف خير. عندنا اليوم درس جديد من مادة الرياضيات. وكعادتنا أعزائي، قبل أن نبدأ أي درس يجب أن نضع الحساب الذهني. الحساب الذهني لهذا اليوم يقول: أحسب محيط مربع ضلعه 5 سنتيمتر، ومحيط مربع آخر ضلعه 2.25 متر، ومحيط مربع آخر ضلعه 8 ديسيمتر. إذن أعزائي، قبل أن نحسب محيط المربع يجب أن نتذكر القاعدة. ماذا تقول القاعدة؟ جيد، محيط المربع يساوي الضلع في 4. إذن في كل مربع من المربعات التي سنحسب محيطها سنضرب الضلع في 4. جيد أعزائي. إذن هيا أعزائي إلى ألواحكم، ما هو محيط مربع ضلعه 5 سنتيمتر؟ 5 سنتيمتر في 4، جيد، 20 سنتيمتر. ومحيط مربع ضلعه 2.25 متر في 4 أيضا، 9 متر. وبالنسبة للمربع الذي ضلعه 8 ديسيمتر، سنضرب فيه 4 لأن للمربع 4 أضلاع متقايسة. وكم سيكون المحيط؟ 0.5 ديسيمتر. أحسنتم أعزائي. الآن هيا نبدأ درسنا الجديد، والذي يتحدث عن رأس المال وسعر الفائدة، le capital et taux. ولهذا الدرس أهداف عدة، من بينها أننا سنتعلم خلال هذا الدرس كيف أو ما معنى رأس المال وسعر الفائدة، وكذلك كيفية حساب الرابع المتناسب والذي تطرقنا له خلال الدرس السابق، النسبة المئوية. ثم نتعرف حساب الفائدة السنوية، حساب السعر، وكذا كيفية حساب رأس المال والفائدة إذا ما كانت بالشهور. إذن أعزائي، سنبدأ تحليل هذا الدرس بوضعية كعادتنا. الوضعية تقول: وضع شخص مبلغ 8000 درهم في بنك بسعر 6%. أحسب مبلغ الفائدة الذي حصل عليه هذا الشخص خلال سنة واحدة، أي خلال 12 شهرا. هل سننجز مباشرة؟ طبعا لا، يجب استخراج المعطيات الأساسية وتحليلها. هيا، المعطى الأول: 8000 درهم هو رأس مال، أي المبلغ المودع. 8000 درهم هو المبلغ الذي أودعه هذا الشخص في بنك، يسمى بالفرنسية الكابيتال. المعطى الثاني: السعر. كلمة سعر معناه نسبة الربح أو الخسارة في كل 100 درهم، سي لو تو. 6%، 6% أي ربح 6 دراهم على كل 100 درهم خلال سنة، أي أن هذا الشخص إذا وضع 100 درهم سنة كاملة في بنك، بعد مرور السنة سيأخذ 100 درهم التي وضعها زائد 6 دراهم ربحه عنها. الفائدة المحصل عليها خلال سنة واحدة وتسمى أيضا فائدة سنوية، لأنه خلال سنة، أي السعر وهي الربح أو الخسارة خلال سنة، ويمكن حسابها بالسنوات وكذا بالشهور. أعزائي، كيف سنحل هذه المسألة الآن من خلال ما درستم؟ كيف سنعرف هذه الفائدة السنوية؟ نتبع الرابع المتناسب. جيد، نستعمل جدول الرابع المتناسب، وهو الذي سيساعدنا لاستخراج القاعدة. سنرى: إذا وضع شخص 100 درهم خلال سنة واحدة
في بنك يحصل على فائدة قدرها 6 دراهم. وإذا وضع 8000 درهم ماذا؟ الجدول. رأس المال والفائدة السنوية. إذا وضع 100 درهم كم سيربح؟ 6 دراهم. إذا وضع 8000 درهم كم سيربح؟ من خلال الجدول ما هي العملية التي سنقوم بها؟ 8000 × 6 ÷ 100. نعم، 480. من هي 480 درهم الآن؟ هي الفائدة السنوية لمبلغ 8000 درهم، أي أن هذا الشخص بعد سنة سيحصل على 8000 درهم رأس ماله، ويضيف عليها 480 درهم فائدة ربح. جيد أعزائي، إذا الآن من منكم يستطيع صياغة القاعدة؟ الفائدة السنوية ماذا تساوي؟ من خلال العملية 8000 رأس المال، 6 × 100 السعر. إذن الفائدة السنوية هي ماذا؟ رأس المال في السعر. أحسنتم، الفائدة السنوية تساوي رأس المال في السعر. جيد، بعدما تعرفنا على الفائدة السنوية سنضع وضعية أخرى لكي نتعرف عن السعر. وضع شخص مبلغ من المال قدره 24000 درهم في بنك، وبعد سنة حصل على فائدة سنوية قدرها 1920 درهم. أحسب قيمة السعر. سنجيب مباشرة؟ طبعا لا، لأن يجب استخراج المعطيات الأساسية دائما وتحليلها. هيا، 24000 درهم هو رأس المال، 1920 درهم الفائدة السنوية. الآن نعرف معنى هاتين الجملتين. السعر هو الفائدة السنوية لكل 100 درهم. نعم، وكيف سنحصل على هذا السعر؟ جوابكم صحيح، نتبع طريقة الرابع المتناسب والتي تستلزم الجدول. رأس المال بالدرهم الفائدة السنوية. أول معطى عندنا 24000، ثاني معطى أنه الفائدة السنوية لهذا المبلغ 1920 درهم، ثالث معطى السعر دائما رأس المال 100 درهم. والآن يسهل الأمر، كيف سنقوم بالعملية؟ من يجيبني؟ أنتظركم. نعم، جيد، 1920 ÷ 24000 ما حصلنا عليه؟ ضرب 100. سنقوم بالعملية، حصلنا على 8. من هي 8؟ 8 هي الفائدة السنوية ل100 درهم. من منكم مرة أخرى يستطيع استخراج القاعدة؟ نعم، من خلال العملية. إذن 1920 الفائدة السنوية قسمة رأس المال. جيد، السعر هو الفائدة السنوية قسمة رأس المال. جيد، ومن يتذكر كيف وجدنا الفائدة السنوية؟ أعزائي، الفائدة السنوية رأس المال في السعر. أحسنتم. الآن أعزائي، بعدما تعرفنا كيف نحسب الفائدة السنوية وكيف نحسب السعر، سوف نتعلم من خلال وضعية ثالثة كيف نحسب رأس المال. هذه الوضعية تقول: وضع شخص مبلغ من المال في بنك لمدة سنة بسعر 5.8%، وحصل على فائدة سنوية قدرها
406 درهم. أحسب قيمة هذا المبلغ، أي أحسب قيمة رأس المال. سوف نجيب مباشرة، لا، أولا نستخرج المعطيات الأساسية ونحللها كعادتنا. مبلغ من المال هو رأس المال، أحسنت، أي المبلغ الذي أودعه هذا الشخص في بنك. جيد. المعطى الثاني 5.8 دراهم السعر، ومعناه أنه سيربح 5.8 دراهم على كل 100 درهم خلال سنة كاملة. بقيت الفائدة السنوية، أي أن هذا الشخص سيربح 406 دراهم بالنسبة لرأس المال بعد سنة واحدة، أي بعد سنة سيأخذ المبلغ الذي أودعه ويضيف إليه 4 دراهم و406 دراهم. جيد. بقي سؤالنا مطروح، كيف سنحسب رأس المال؟ ما الطريقة التي سنتبع؟ نتبع الرابع المتناسب، يمكننا ذلك لغاية الحصول على القاعدة. طريقة الرابع المتناسب نستعمل الجدول رأس المال بالدرهم والفائدة السنوية، ونضع داخل هذا الجدول المعطيات الأساسية التي فهمناها وذكرناها قبل قليل. رأس المال 100 درهم يربح عنه 5.8 دراهم، و406 دراهم ربحها عن مبلغ ما. من خلال هذا الجدول كيف سنحصل على رأس المال؟ نعم، 406 قسمة 5.8 على 100، ولا ننسى عندما نقسم على كسر سوف نضرب في مقلوب الكسر. حصلنا على 7000 درهم. 7000 درهم هذه من هي؟ إنه رأس المال. نعم، جيد. والآن حصلنا على رأس المال، أريد القاعدة. من منكم يساعدني على استنتاج قاعدة رأس المال؟ ماذا قلتم؟ 406 هي الفائدة السنوية، نعم. 5.8 على 100 هو السعر، نعم، جوابكم صحيح. إذن إذا كنا نريد رأس المال سوف نضع الفائدة السنوية قسم السعر. أحسنتم. من منكم أعزائي يذكرني بكيفية الحصول على الفائدة السنوية؟ جوابك صحيح، الفائدة السنوية رأس المال في السعر. ومن يجيبني على كيف حصلنا على السعر؟ أيضا جوابك صحيح، السعر هو الفائدة السنوية قسم رأس المال. أحسنتم أعزائي، أنا جد فخورة بكم. إذن عزيزاتي أعزائي، إذا ما وضع شخص مبلغ من المال لمدة معينة، مدة محددة ليست بالسنوات بل بالشهور، فهل من طريقة لإيجاد هذه الفائدة؟ نضع وضعية. حاضر. كما تعودنا دائما، وضعت ندى مبلغ 9600 درهم في بنك بسعر 3.5%، أي 3.5%. أحسب الفائدة المحصل عليها خلال سنة وأربعة أشهر. هل سنجيب مباشرة؟ طبعا لا، نستخرج المعطيات الأساسية. هيا، المعطى الأول 9600 درهم هو رأس المال، أي المبلغ المودع. 3.5% السعر، ومعناه ربح، أي ربح 3.5 دراهم على كل 100 درهم وضعها لمدة سنة. بقي الآن سنة وأربعة أشهر، السنة بها 12 شهرا زائد 4 أشهر، إذن وضعت ندى هذا المبلغ لمدة 16 شهرا. مع ذلك لم نحسب بعد الفائدة المحينة لمدة سنة وأربعة أشهر. بقي السؤال معلقا أعزائي، كيف نحسب
الفائدة لمدة 16 شهرا. ما أول ما نقوم به؟ نحسب الفائدة السنوية، الفائدة لمدة 12 شهرا. هل سنقوم بالرابع المتناسب؟ لا، عندنا القاعدة نستعملها مباشرة. أولا نحسب الربح السنوي. الفائدة السنوية رأس المال في السعر. إذن 9600 في 3.5 قسمة 100، 336. الربح لمدة سنة، لمدة 12 شهرا. مع ذلك لم نجد الربح بعد لمدة 16 شهرا. نتبع الرابع المتناسب. هيا ونكتب الجدول. الفائدة بالدرهم وعدد الشهور. ندى ربحت 336 درهم عن 12 شهرا، ولمدة 16 شهرا كم ستربح؟ نستطيع. ماذا قلتم؟ نقسم 336 على 12. على ماذا سنحصل؟ ربح شهري، ربح لمدة شهر واحد، ثم نضربها في 16. هذا ما علينا أن نفعل. أحسنتم أعزائي. وبالتالي 448 نحصل عليها بعدما قسمنا 336 على 12، فحصلنا على فائدة شهر واحد ثم ضربناها في 16، فحصلنا على 448. من منكم الآن يستخرج لي قاعدة الفائدة بالشهور، آخر قاعدة عندنا في هذا الدرس؟ من يستطيع؟ نعم، من خلال العملية. الفائدة السنوية 336 قسمة 12 عدد شهور السنة في 16 المدة المعينة أو المدة بالشهور. جيد، استنتاجكم صحيح أعزائي. الفائدة بالشهور تساوي الفائدة السنوية قسمة 12 في عدد الشهور. أحسنتم. والآن أعزائي درسنا قد انتهى. من منكم يستطيع أن يساعدني على إيجاد القواعد التي ذكرنا خلال هذه الحصة؟ سأنتظر قليلا. فهمتم ما أقصد؟ أقصد خلاصة الدرس. نعم، القاعدة الأولى رأس المال يساوي الفائدة السنوية قسمة السعر. ماذا آخر؟ الفائدة السنوية، نعم، رأس المال في السعر. انتظر سأسمع. السعر الفائدة السنوية قسمة رأس المال. بقيت قاعدة، آخر قاعدة درسناها في هذا الدرس، من يتذكر؟ الفائدة بالشهور، وهي الفائدة السنوية قسمة 12، ما حصلنا عليه في عدد الشهور. جيد أعزائي، أنا فخورة بكم. أعزائي، قبل أن أنهي الدرس سأضع تمرين تطبيقي أختبر من خلاله مدى استيعابكم لهذه المعطيات كلها ولهذه القواعد وأيضا لهذا الدرس. التمرين التطبيقي يقول: حصل أحمد على فائدة سنوية قدرها 615 درهما بعدما وضع مبلغا من المال في بنك لمدة سنة بسعر 4.1%. أوجد هذا المبلغ. من هو هذا المبلغ؟ هو رأس المال. جيد، إذن لكي أجد رأس المال، لا أتبع طريقة الرابع المتناسب، عندنا القاعدة، سوف نتبع القاعدة مباشرة. كيف نحصل على رأس المال؟ رأس المال هو الفائدة السنوية قسمة السعر. نرى. نعم، إذن 615 قسمة 4.1 على 100. قلنا إذا قسمنا على كسر نضربه في مقلوبه، نضرب العدد في مقلوبه، إذن سنحصل على 15,000 درهم. أحسنتم. والآن يمكننا أن نتبع الرابع المتناسب لنتأكد من معلوماتنا. نعم، 100 درهم سيربح عنها 4.1، 615 درهم ربحه عن كم؟
حصلنا على 15,000 درهم. 15,000 درهم هو المبلغ. أحسنتم أعزائي. إلى اللقاء أعزائي في مدرستنا إن شاء الله. مع السلامة.